السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ نرسم طريق، مثلا من هنا نختار نوع الطريق ده. لا سبيل، اخترنا مثلا الطريق دوت، ونخلص عملنا دبل كليك. طيب احنا محتاجين الطريق دوت نغير جزء منه، فممكن نجي على اي جزء فيهم. الجزء اللي انا عايز اغيره هقول له رود اسمبلي، واقول له ريبليس اسمبلي، فيبدا يجيب لي انواع كتيره من الطرق. تبدا بقى تختار ايه اللي انت عايز منهم، وليكن مثلا اخترنا دوت. فمن هنا بص انت هتفضل ماشي، وهو يبدا يتبع الطريق زي ما انت عايز. خلصت هتدوس بقى انتر، هيبدا يعمل ابديت للموديل، فيبقى عندي الشارع كله زي ما كان الاول، لكن الجزء اللي انا خصصته هيتغير للنوع الجديد. هتلاقي فعلا ان بدأ يتغير نوع الطريق. طيب ممكن نختار نوع مختلف شوية عشان يبقى معانا اكتر، ولكن انا شايف ان هو واضح، لكن مفيش مشكلة. نيجي هنا واقول له انا عايز رود اسمبلي، ريبليس اسمبلي، وممكن تختار اي نوع. ممكن نختار مثلا 2 اهوت، فيبدأ ان هو يعمل بالشكل دوت. تقدر تسحب لحد زي ما انت عايز. طيب من ضمن برضو الحاجات الجميلة في البرنامج ان انت ممكن تعمل حصر سريع، ان انت تعمل سيليكت على الطريق كله. اهو ده الطريق اللي هو الجديد اللي احنا عملناه، هو بدأ يعمل ان الحارتين يتضموا في حارة واحدة. ممكن تيجي هنا وتبدأ مثلا تقول له انا عايز اعمل حصر مثلا، هيجيلك هنا الحصر، دوس هنا يبدأ يعمل لك الحصر. طيب الحصر ده ممكن تقول له جنريت ريبورت، ويبدأ ان هو يصدره لك على هيئة ملف اكسل. اقول له سيف، وافتحه دلوقتي، فيبدأ يطلع لي ملف الاكسل بالحصر بتاعه. فدي من ضمن الحاجات الحصر السريع. ولو في اي لحظة انا عملت قط او فيل، هتيجي هنا يبدأ يجيب لي القط والفيلات دي. طيب كان حد بيسأل ازاي اصدر لي السيفل 3D. لو جيت هنا من شير وقلت له اكسبورت 3D موديل، يبدأ يصدرهولي، لكن لازم يكون هو و 3D ماكس نفس الإصدار عشان ما يحصلش مشاكل. تمام، فبتبدأ تحدد الإعدادات وهو يبدأ يصدرهولي لملف ينفع إن هو يشتغل بيه على السيفل 3D. أو في طريقة تانية برضو كويسة، إن أنا أجي هنا في الشير وأقول له اكسبورت IMX، وده مقبول جدا جدا في برنامج السيفل 3D.